اغلب بثوث التيك توك صارت اباحيه، تحديات جنسيه وايحاءات وتصرفات اي شخص عاقل ومحترم بيرفض انه يعملها. بدي الكاميرا ما بين ما بين نفسك وعارف يلا خلي الحد عندي شوي يلا شباب شيل على بوس. كتير عم نشوف تحديات واحكام على التيك توك عم ينعرض فيها شغلات غير اخلاقيه، وكل هذا الشيء بس مشان المشاهد يدعم. بتعرف انه مشاهدين هي البسوس هنين اكبر فئه داعمه ماديه على التيك توك، وفي مبالغ خياليه عم تندفع على هذا المحتوى من ناحيه دعم الجمهور، وفي اشخاص مشاهير عملوا من هذا الموضوع محتوى وصاروا يحققوا الاف الدولارات شهريا، وهذا الشيء موثق بفيديوهات. بجي لعندك. شو بتجي لعندي؟ بجي بشبهه يا أهلا وسهلا. ولا الملاهي والمرابع الليلية وبنات الليل تحولوا من أماكن ليلية ومتجولين بالشوارع لصناع محتوى، والمشكلة الأكبر أنه المنصة كبيرة، بثوث حرفيا بتحكي بس عن قصص وتجارب جنسية، وحتى وصل الموضوع أنه يصير في تفاوض جنسي وتواعد على بس عم يحضروا آلاف الأشخاص. أنا بقول لك إذا كنت معك بتمارسي معي؟ لا. السبب طيب؟ في أشخاص وصل ربحها الشهري لـ20,000 دولار بس من وراء هي البسوس وهذا المحتوى، وأنا عم بحكي بس من دعم وهدايا المشاهدين على التيك توك. لسه ما حكينا بإعلام ممول وما حكينا بمشاهدات، يعني فعليا بس إباحي بدال فيديو إباحي. هذا المحتوى أكيد ما بيتقارن مع التحديات التافهة اللي عم نشوفها على التيك توك اللي بتقلل من هيبة وقيمة الشخص ومكانته الاجتماعية كرمال المصاري. حتى في بعض الشيوخ صارت تدخل لهذا الموقع وتقلل من هيبته وتطلب دعم وتحديات وكلام فاضي. عفسي بالله عليك بالله عليك، بدي منك خدمة، بدي اطلع معي جولة حبيبي. بالله عليك بالله عليك، خذ راحتك خذ راحتك يا محمد خذ راحتك حبيبي، بس بدي الجيش تبعك يروح لعند، ما بدي يهدوني شيء، بس تكبيس بالله عليك. تخيل هيك بس في آلاف الناس عم تحضره ومتشوقة انه تكمل الموضوع للأخير وبتدعمه. حليان اليوم مكياج وميك اب، ما ميك اب ايش التفكير؟ ايه تحممت، صار لي شهرين ما تحممت. روحي وحيطة بتمك دولاب داخلي بسكليت. هيك شخص لحد الآن مستمر، وفي ناس عم تشجعه انه يتوسع بالمحتوى ويتجرأ أكثر. واساسا هذا المحتوى تخطى حدود الجرأة والأدب. الغلط مو بس على هدول الأشخاص، الغلط من المنصة اللي عم تسمح بانه تحول مواقع لمكان بينتشر فيه الملاهي والمرابع الليلية وبنات الليل وتحت مسمى صانع محتوى. الغلط من المشاهد اللي عم يعطي قيمة لهيك أشخاص. انا معك، حلو الواحد يكون معه مصاري، بس الأحلى تعرف كيف انت جايب مصاري بجدارة ونظافة.